هي السايت اوف الووند. سايت اوف الووند لو واحد اتضرب في الاكزيلا او في السكروتم ده بنسميه جلد معرج او جلد فيه كوروجيتد، تمام؟ بتبقى irregular الريجولار ولاسيريشن، فيه بيبقى فيه ريجولاريتي كده وبيبقى فيه لاسيريشن، تبان الجلد مقطع مش باين له ملامح، ما انتش حاسس ان ده فاير ارم ووند. فاير ارم ووند الانلت بتاعته بتبقى ريجولار، تمام، بيبقى فيها انفيرجن، انما هنا هتلاقي الموضوع مقطع خالص، هتلاقي الفتحة الريجولار. ليه؟ لان ده بيبقى جلد معرج زي ما احنا ايه درسناه في الووند برضو، ان انت ممكن لو ضربت واحد بسكينة في الأكزيلا أو في السكروتم هتلاقي برضو الجلد واخد شكل الكونتيوزد ووند مش الكات ووند. فبالتالي هنا الفاير ارم برضو هتلاقي نفس الكلام، هتلاقي ايه الريجولاريتي ولاسيريشن، تمام. انما في اي حتة تانية في اجزاء الجسم يبان سيركولار اوبننج، فتحة مدورة، فتحة مدورة. ادي الاس التي بتاعتنا وهي التايب اوف الويبون. في تايب اوف الويبون قلنا في ويبون رايفلد ونون رايفلد، يا اما بالت يا اما شوتس، يا اما في ديسبيرشن يا اما في فتحه واحده اللي هي البالت. حلو كلام. خلصنا الاس وخلصنا التي. تي كمان تايب اوف الباودر. تايب اوف الباودر قلنا في باودر بلاك بيعمل بلاكنينج، قلنا في باودر سموكليس بيعمل ايه تاتوينج. سهل الكلام، لو حسيت ان انا بسرع يبقى انا مسرع عشان انا شارح الجدول. بفهمك للجدول تعرف تجيب كل ده، خد بالك، تمام. وقلنا في الجدول كل ده والله. فبالتالي التي تايب اوف الويبون والتايب اوف الباودر. الدي بقى يا معلم الديستانس اوف فايرنج، انت خدت في السموث بور ويبون او في النون رايفلد ممكن تبقى من المسافة القريبة بتبقى سيركولار ايه سيركولار بتاع سيركولار ووند. بعد كده بتبدأ يحصل لها ديسبيرشن، هتلاقي سنترال هول حواليها سمول هولز، تلاقي خرم كبير حواليه خرام صغيرة. لو من مسافة بعيدة قوي هتلاقي خرام صغيرة ومش هتلاقي الخرم الكبير. فبالتالي الديستانس اوف فايرنج هي من الفاكتور افكتنج الشيب اوف الفاير ارم ووند. الدي الثالثه والدي الاخيره بقى اللي هي دايركشن اوف فايرنج. لو الفاير يا معلم بيربنديكولار نازل عمودي على الجلد هتلاقي فتحه واحده بشكل سيركولر بشكل دائري، انما لو لو الطلقه نازله اوبليك على الجلد دخلت مثلا كده اوبليك هتلاقي الفتحه مائله، هتلاقي الفتحة او هتلاقي الووند بتاعك مايل لجوه، هتلاقي فيه جوه قناة مائلة، تمام، بيسموه اوفال ووند مع لونجيتيودنال تراكت في السكين او في السبكيوتينيوس. يا اما بقى ينزل تانجنشال زي المعلم ده، تانجنشال مشي بالتوازي عليه قام جاي عامل له كونتيوزد ووند، فتحة او ووند شبه الكونتيوز شبه الكونتيوزد ووند، اسف. هتحس مثلا ان هو مضروب بمطرقه ولا حاجه، بس هتبص هنا مش هتلاقي ايه ابريجنز ولا هتلاقي بروزس زي ما قلنا في الووند، فهتعرف على طول ان ده فاير ارم، ده طلقه بس مشت تانجنشال للجسم فعملت الكونتيوزد ووند، ده بيسموه سوبرفيشال كونتيوزد ووند. فاكتور افكتنج ستاد من غير الايه الاس سايت اوف الووند، التي تايب اوف ويبون، التي التانية التايب اوف الباودر، الدي الديستانس، والدي الاخيرة خالص اللي هي الدايركشنز. عايز بقى معلم تحدد الديستانس اوف فايرنج. انت بتلاقي مثلا في التقرير بتاع الطب الشرعي وتقرير وكيل النيابة والليلة دي بيقول لك ده مضروب من على مسافة كذا، ده مضروب من على مسافة كذا. طب انت عم عرفت منين؟ هقول لك بص بقى معلم عشان تعرف لازم تركز وتدقدق معايا كده. استيميشن اوف الديستانس، بس لازم عشان تركز وتدقدق معايا تكون فاهم الجدول برضه. الشابتر كله خد بالك معتمد على الجدول، الجدول اللي احنا قلنا فيه الارقام وشكل الجرح ومكونات المكظوف، احنا شرحنا كل الشابتر في الجدول ده، فعشان خاطري برضه الجدول ده زي اسمك. استيميشن اوف الديستانس، عشان تجيب الديستانس اوف فايرنج قال لك اول حاجه احتماليه ان الراجل ده انتحر
او واحد يعني حط المقذوف على جلده، حد حط المازل او فتحة المسدس على جسمه وضربه، زي مثلا ما بتشوف في الافلام واحد حط الفتحة بتاعت الماسورة او بيسموها المازل بتاعت السلاح على جسمه على دماغه كده وقام جاي ضارب. هتشوف ايه؟ هتشوف ووند بالظبط قد الديامتر بتاع المازل بتاع السلاح اللي ضرب نفسه بيه، وهتلاقي مازل امبرنت، هتلاقي المازل او الفوهة بتاعت السلاح طبعا علامتها هنا. بص بص ادي العلامة بتاعت السلاح، شايف العلامة بتاعت السلاح؟ حلو الكلام. وهتلاقي هنا الووند ده الديامتر بتاعه قد الديامتر بتاع المازل او الفوهة بتاعت السلاح. وهتلاقي التاتوينج والبلاكنينج او علامات البودر مارك جوه السكين من تحت، مش هتظهر بقى بره، لا ده هتخش جوه وهتظهر في السبكيوتينيوس تيشو. فبالتالي مش هتلاقي السيرفيس بيرنينج ولا بلاكنينج ولا تاتوينج، هتلاقيها في السبكيوتينيوس تيشو، وهتلاقيها في الووند تراكت من جوه، هتلاقيها جوه الجسم من الاخر. طبعا الهيت والكمية الغازات الغير طبيعية اللي طلعت مع الطلقة هيحول الهيموجلوبين لكربوكسي هيموجلوبين، طبعا داخل سي او وداخل سي او 2 وداخل بلاوي، داخل كمية جاز غبية، هيحول لك الهيموجلوبين لكربوكسي هيموجلوبين. لونه ايه؟ لونه بينك. فهتلاقي هنا جوه هنا هتلاقي بينك تيشو، بينك تيشو. الواد هتلاقيه جوه الجسم، الواد بقى مش هيقع بره ويعمل لك بروزنج زي ما قلنا لو اتضرب من مسافات بعيده، لا يا معلم، ده لازق، المازل لازق، فالواد هتلاقيه داخل جوه الجسم، لو بحثت عنه جوه دورت عليه جوه هتلاقيه جوه الجسم. تمام؟ واحد بقى بيضرب نفسه حوالين يعني في السكال او في البوني اريا، يعني جلد تحتيه بون على طول، نفس الكلام نفس الكلام، بس هنا هتلاقي ايه؟ كروشيت ووند او سبليت ووند، هتلاقي الجرح مقطوع. الجدول ده محتاج شرح؟ اقول لك لا، احنا شارحين، فاحنا ايه هناخد يعني بصة بسيطة كده عشان احنا اصلا شارحينه وحافظينه كويس قوي. لو نير كونتاكت لسه قايلينها فوق، بس قال لك هنا بيبقى سبليت او سبيشالي اوفر سبورتنج بون، يعني فوق البونة قلنا بيبقى شكله سبليت او كروشيت، الجلد بيبقى مقطوع. الايدجز بتبقى لون عاملة ازاي؟ ايفرتد، لانه نير نير بيبقى ايفرتد بسبب ايه؟ بسبب الغازات اللي بتطلع بسبب الجازس والباودر مارك والليله دي. بيرنينج في السكين او الكلوزس موجود، بلاكنينج وتاتوينج موجود فين؟ في السب كيوتينيوس تيشو. تمام؟ شيب بقى يا معلم، هنا لو مسافه بقى من 15 ل 30 سنتي او اكتر من 30 سنتي هتلاقي سيركولر هول، سيركولر هول، تمام، وهتلاقي الابريجن كولر والحاجات اللي احنا شرحناها ورا. الايدجز هتلاقيه انفيرتد، بس اكتر من كده خد بالك، اكتر من 30 سم هيحصل ايه في النون رايفلد؟ هيحصل ديسبيرشن، فانت ايه ركز ان ده رايفلد، تمام، ده طلقه واحده. الايدج هتلاقيه انفيرتد داخله لجوه، في عم بيرنينج وبلاكنينج وكده، قال لك قليل، تمام، قليل في بيرنينج لان الغازات بتكون ما قربتش من الجسم قوي، انما البلاكنينج والتاتوينج هتلاقيها. حلو الكلام، لان الباودر ممكن يخش لحد 30 سم. بعد 30 سم هتلاقي بيرنينج، الغازات هتروح هتخش الجسم؟ لا. البلاكنينج الباودر هيروح هيخش الجسم؟ لا والله، بس هتلاقي برضه ايه؟ سيركولار هود بسبب الطلقه اللي دخلت. سموث بور ويبون بقى اللي هي ايه؟ الديسبيرشن بقى والشوتس الكتير اللي بتحصل دي، هقول لك شكله بيبقى ايه؟ سبليت ووند، ده لو نير كونتاكت، لو واحد حط الخرطوش على جلده كده بيبقى ايه؟ سبليت، بسبب الجازس اللي دخلت الووند بتبدا تعمل ايه؟ فتحات في الجلد. لو 2 متر او 6 متر، 2 متر قلنا خرم، خرم كبير وحواليه بارشال ديسبيرشن، اخرام صغير، انما لو 6 متر مفيش خرم كبير، بيبقى فول ديسبيرشن، بيبقى اخرام صغير بسبب الشوتس انها اتفرقت او حصل لها ديسبيرشن بره الجسم، فايه دخلت عن طريق شوتس
كتير جدا في اماكن متفرقه. الواد في النير كونتاكت هتلاقي الواد جوه 2 متر، هتلاقي الانر واد اكتر من 6 متر، لا هتلاقي الانر واد ولا الاوتر واد. بيرنينج وبلاكنينج وتاتوينج هتلاقي في النير كونتاكت، مش هتلاقيها في ال 2 متر ولا ال 6 متر. سؤال مهم، سؤال مهم، سؤال مهم ميديكو ليجل، سؤال مهم ميديكو ليجل، سؤال مهم ميديكو ليجل. هتتسكن في ايه بقى يا معلم؟ ميديكو ليجل امبورتانس اوف باودر ماركس. زي ما قلنا ورا ان في باودر ماركس بنسميها على الثلاثة او الاربعة اللي احنا قلناهم مرة دول في الجدول، في الجدول، الجدول ده تحفظه زي اسمك بالله، الجدول ده يمشيك في الشابتر زي السكينة في الحلاوة. خمسة دي تسكمته، الخمسة دي اول دي هيعمل لك دياجنوز للفاير ارم انجري. لو انت قدامك جرح واحد مثلا مطعون بسكين هتلاقي باودر ماركس؟ لا مش هتلاقي باودر ماركس، انما لو واحد مضروب بطلقة خلاص هتلاقي باودر ماركس عادي جدا. رقم اتنين ديفرنشيت بتوين الانلت والاكزيت، قلنا الانلت بيبقى فيها باودر ماركس، الاكزيت ما بيبقاش فيها باودر ماركس. هاي ايدنتيفيكيشن للتايب بتاع الجان باودر، قال لك في جانز او في مسدسات او بنادق بتستخدم سموكلس بس، وفي بنادق بتستخدم بلاك، فانت عن طريق الباودر ده هتعرف هو بلاك ولا سموك، ممكن تعرف نوع السلاح. هيعرفك الديستانس اوف فايرنج، اول ما تلاقي الباودر مارك هتعرف ان الراجل ده مضروب من مسافه قريبه. هيعرفك الدايركشن اوف فايرنج، سواء بيربنديكولار سواء اوبليك سواء تانجنشال. ميديكو ليجال امبورتانس خمسه دي، اول دي دايجنوز، تاني دي ديفرنشيشن، ايدنتيفيكيشن للتايب اوف الجان باودر، بعد كده الديستانس اوف فايرنج، بعد كده الدايركشن اوف فايرنج. كده خلص الشابتر يا معلم. تمام التمام. رول اوف فيزيشن زي ما عرفتك، سؤال مهم، سؤال مهم برضه، بس انا مش هشرح، يعني انا مش هشرح حاجه زي دي، حاجه زي دي انت ممكن تقراها مع نفسك او تالفها انت مع نفسك. هيقول لك ايه؟ لو سمحت اكتب جود نوتس، اكتب لي تقرير جود، تمام؟ ولو سمحت شيل لي الميسلز دي بطرق معينه، لو سمحت بعد اذنك خد سواب. هل انت يعني محتاج ان انا اشرح لك حاجه زي دي؟ لا بصراحه بجد ما ينفعش اشرح لك حاجه زي دي، يعني حاجه زي دي هبل. الجدول اللي في الاخر ده حط لي عليه اكساي، حط لي عليه اكساي، والجدول اللي في الصف